تتفاقم الأزمات التي يعاني منها السكان في مناطق سيطرة الحكومة السورية التي باتت تفتقر لأدنى مقومات الحياة، ليس أقلها أزمة المياه الصالحة للشرب. ومن بين أكثر المناطق التي تعاني من شح المياه محافظة السويداء جنوبي البلاد. وبالرغم من امتلاكها لمصادر مائية عديدة من آبار وسدود، لأن الأهالي في السويداء يعانون من قلة مياه الشرب، حيث تضطر معظم العائلات لشراء الماء من الصهاريج بتكلفة عالية. الماء بتصل لل 45 لل 50 ألف مشكلة حسب المكان، حسب بعده عن البير، ما بيتحملها. يعني أنا متقاعد، راتبي كله 93 ألف، لولا ما عم يشتغل على مو بس شغلي، أكثر من شغلي، ما بقدر طعمي أولادي خبز. يعني مع الأسف وين كنا وين صرنا. وسواء في مناطق الريف أو ضمن المدينة، يشتكي أهالي السويداء من النقص الحاد في مياه الشرب التي تصل عبر شبكات المياه، وسط عجز أغلب العائلات عن شراء المياه التي تصل تكلفتها في الشهر لما يعادل ثلث راتب الموظف. بالنسبة لموضوع المي، يعني المعاناة وحدة بكل المحافظة، المي بالقطارة، يعني الإنسان ما عنده قدرة يجيب صهاريج، يشتري صهاريج. بالصهاريج موجود سبحان الله بقدرة قادر، موجود المياه بس على طريق الشبكة مش موجود، وفي عدم عدالة بتوزيع المياه. هو من عامل الشبكة، هو من الكهرباء عم يتحجج وحجج أشكال ألوان، ما بعرف. نحن كمواطنين نحن بدنا مي بأي طريقة كان. كما يشتكي الأهالي من غياب العدالة في توزيع المياه بين كل منطقة وأخرى، إذ أن بعض المناطق لا تأتيها المياه إلا كل 25 يوماً مرة واحدة، الأمر الذي يرجعه الكثيرون لغياب المتابعة والمحاسبة من قبل المعنيين. أما حارة والله تجيها كل أسبوع، وحارة كل 20 يوم وخمسة وعشرين يوم، مثل أنا بقريتي هيك نفس المعاناة. ما بحط الحق غير على المعنيين والمسؤولين بالمواضيع هاي، مش على عامل الشبكة. مفروض يكون في متابعة. شكاوي كثير راحت مؤسسة المياه وغير مؤسسة المياه، ما في نتيجة، كل مين بيحيل على غيره. موضوع الكهرباء، واحد بيقول لك موضوع مدري شو، حجج كلها ما أنا مقنعة بنوب. يعني كهرباء ممكن يكون لها دور، بس في محروقات عم يعطوني إياها، ممكن عم يشغلوها ممكن لا. المواطن مش ناقصه مي، ما في كهرباء، ما في مازوت، ما في بنزين، ما في شو اللي فيه. صار الموت أفضل، ما في داعي الواحد ليعيش. يعني أقلها سبل الحياة بس المي والكهرباء والخبز، بس صار الحلم المواطن والحمد لله. وهكذا بات تأمين الحاجات الأساسية للحياة كمياه الشرب ورغيف الخبز وغيرها الكثير من الهموم الثقيلة التي تقض مضجع جميع السوريين في مناطق سيطرة الحكومة، وسط شلل وعجز حكومي عن التحرك وإيجاد الحلول لانتشال البلاد من مستنقع أزمات علقت فيه منذ أكثر من 11 عاماً.